حيث دارت معارك عنيفة قبل اقتحامهم معسكر السمع وتغلبهم على اللواءين من مجموع 3 ألوية في المعسكر. معنا من مدينة أرحب شمال العاصمة صنعاء الصحفي علي الشراعي. سيد علي، من هم هؤلاء المسلحين القبليين الذين تمكنوا من السيطرة على معسكر تابع للحرس الجمهوري؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أبناء قبائل أرحب هم يدافعون عن أنفسهم في من غارات ألوية الحرس الجمهوري التي تكثف قبيلة أرحب على مدار 3 أشهر مستخدمة كل الآليات العسكرية والصواريخ والفاتيشة والمدفعية، وهذه الحرب التي ليست أخلاقية. والمعلومات المتسرة لدينا حتى اللحظة أن الغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي التابع لميليشيات صالح لا زال يكثف برا مديرية أرحب، وقد انطلقت حتى اللحظة قرابة 30 غارة جوية أفرغت حمولتها على المواطنين ومزارعهم، ولم تتوفر لدينا أي معلومات متكاملة بسبب حالة الحرب التي تعيشها القرى. إذن عفوا، فقط لأفهم منك سيد علي، القصف الجوي لم يقتصر فقط على معسكر السمع وإنما طال كل أرحب؟ نعم سيدتي، القصف طال جميع القرى المجاورة لمعسكرات السمع وطال جميع الممتلكات والمزارع وأجزاء الآمنين، والمعلومات المؤكدة حتى الآن أنه الشهداء بلغوا 8 وقرابة 30 جريح من بينهم نساء، ناهيك عن منازل المواطنين ومزارعهم ووجهاء وزعماء وأبناء قبيلة أرحب. هذا القصف هل ما زال مستمرا؟ نعم، والقصف لا زال حتى الآن مستمر، ولم نستطيع الحصول على إحصائية أخيرة بسبب حالة الحرب التي تعيشها المنطقة. وأبناء أرحب يحملون قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح المسؤولية الكاملة عما يحدث الجرائم من تدمير ممنهج، وقيادة الألوية في جيش أرحب، قيادة ألوية الحرس الجمهوري. أشكرك جزيل الشكر الصحفي علي الشراعي، كنت معنا من أرحب شمال العاصمة صنعاء.